اخوتي اخواتي السلام عليكم، كيف انتم؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اكدتوا علينا بزاف ديال لي كليون كيقولوا لك لي زابارتمون اللي حدا من القلعه راه واعرين ومزيونين وفيهم ديزاين زوين، وافق انهم كيكونوا فيهم ديزاين زوين قرابين للبحر ديال المنقاله والبحر ديال ملابطة. الشركه ديالنا افيتو طونجي حيت ما كتبخلش عليكم قررت انها تجيب لكم ابارتمون اخرى كاينه حدا من القلعه. بالنسبه لهذا الابارتمون ديالنا اليوم اللي غندخلوا نشوفوا، المساحه ديالها 130 متر، فيها جات في الطابق 3 ايطاج، فيها دو شومبر كويزين دو سالون واحد لا تيغاس للمولاتي بلا ما نقول لكم كيفاش عندنا. دونك لابارتمون هذه اللي غادي تشوفها وغادي تقرر تشريها ديالك غتكون ديالك حد ما غادي يزولها لك. لابارتمون ديالك قريبه الكورنيش مرقاله، قريبه للبحر ديال ملابطة دقيقه في الطوموبيل، من غير هادشي قريبه لكاع المواقع السياحيه اللي كاينين في طنجه، قريبه لدار البارود، قريبه للحافه مقهى الحافه اللي مشهوره بالكتاب، وقريبه حتى المرشان والمقابر ديال الرومان، وقريبه لبزاف ديال المواقع السياحيه اللي تقدر تسرى فيهم نتينا الا شريتيها وقررتي تاخذها كاقامه دائمه. سينو الا قررتي تكريها يعني اتخلي لهذا الكاري اللي غادي يدخل هنا غيتسرى في طنجه بالمزيان. كيف ما شفتوا مع الدخله ديالنا ديال هاد لابارتمون هادي، المساحه ديالها تبارك الله كبيره. هنايا مع الدخله كاين جوج ديال الصالونات، كاين الصالون اللي شناه على برا، نمشيو خليك فاتي هنايا غير باش تبان لهم المساحه ديال لابارتمون قداش. هنايا نذكر المشاهدين ديالنا هو ان المساحه 130 متر، المساحه المبنيه هي 100، المساحه اللي في التراسه هي 30. يعني شوف البعد اللي كاين ما بيني وبين الكاميرا تبارك الله، كنبان لكم هنايا ستيت واحد لابارتمون كبيره بزاف. يعني في ديك الجهه اللي فيها فاتي كاين الصالون الاولاني اللي تقدروا مثلا تفرجوه كصالون مغربي اولا كصالون عصري. سينو هنا في هذا السيجور ما نقدرش نقول السيجور حيت نفس المساحه اللي كاينه هنا هي المساحه اللي كاينه في الصالون. دونك بغيتوا تفرشوا صالون مغربي في صالون مغربي، سينو صالون مغربي في صالون عصري، سينو صالون مغربي في صالون مونجي هنايا، اولا في ديكورات يكونوا خفافين وتلفازه ومطاع اللي غادي تجلسوا فيه دائما. دونك هنا في هذه اللعيبه اللي كاينه في الوسط راه المساحه فريمون كبيره، تقدروا تشكلوها كيف ما بغيتوا. الا الترياب ما كاينش حيت لابارتمون باقا جديده وجات من دار مستقله، ما عندكمش الجيران بزاف، يعني بحالي واخدين دار حره ما كاينش اللي صدعكم نهائيا. دونك هنا مع الدخله ديال هذا المطعم هذا، هذه راه لا شومبر الاولى اللي كاينه في هذا لابارتمون. هذه بحكم ان لابارتمون فيها دو شومبر، لابارتمون المساحه ديالها هي هذه، غادي تصورها لكم فاتي، مساحه كافيه للاستعمال وللاستغلال. يعني تقدر تعمل فيها شومبر او كوشي، تقدر تعمل فيها كامرا دوبل، سينو لا كنت غادي تستغلوا لي بارون تقدروا مثلا تعملوها كيما متفرقين او كيما فوق بعضهم على حسب نتوما شنو باغيين. هنايا مثلا اذا كانت هنا عندك العواول تقدر هنا تخليها بيت ديال العواول وبيت اخر يكون ديالك انتينا يعني ديال الوالدين، سينو مثلا تقلبوا. سينو ما كانش عندكم العواول يعني تقدر تاخذ هذا المطعم هذا كبيت الكلاس او كصالون ثالث وتفتح له غير الباب يعني باش تستافد منه. ومن غير هادشي كامل يعني راه ما كاينش هذا البيت هذا بوحدو اللي غادي تقدر ديزايني فيه كيف ما بغيتي تفرشو كيف ما بغيتي. كاين بيت اخر للمساحه ديالو راه كبر من داك البيت وغالبا غيكون البيت ديال الوالدين، يعني البيت ديالنا فريمون مشمس حتى هو بحكم ان عنده الطاقه اللي كتطلع على وسط الدار. يعني المساحه ديالو هي اللي غادي تصورها لكم فاتي، اختاروا هاد النوعيه الزليج في الارض كامله اللي هي نوعيه اسمح لي فاتي واخا تصور لي غير الزليج كيفاش عامل، اختاروا لعبوا ما بين هاد دو كولور ديال الزليج نوار والبيج، هذاك راه ماشي بيض هذاك راه البيج اللي عطى بين المساحه ديال لابارتمون ديالنا. المساحه فريمون مساحه كبيره يعني 130 متر ماشي مساحه سهله، وتقدر تخرج منها 3 شومبر 4 شومبر على الدراسه او لا بالكون سيتو، ولكن مقدر انه يعمل دو شومبر دو سالون تواليت كويزين واحد لا تيراس للمولاتي كبيره تقدر تستغلها كيف ما بغيتي نتينا وكيف ما حبيتي نتينا. دونك شفنا النص الثاني اللي كاين ديال هاد لابارتمون هادي، دابا غادي نمشيو باش نشوفو لا كويزين تواليت الرئيسيه اللي كاينه هنا ولا تيراس اللي كاينه هنا. دونك قبل ما نكمل لك الشقه ديالك كيفاش عامله اللي قررتي نتينا تشريها بحكم انها قريبه مرقاله، غنذكر بالموقع اللي جات فيه هاد الشقه هادي وشنو غادي يكون بجنابك هنايا. يعني الا كانوا بغاو وليداتك يمشيو للبحر
كاين بحال المرقلة كورنيش د المرقلة اللي كيجيو الناس ما نعرف من اي مدينة باش يطلعوا على هذاك الكورنيش اللي كاين د المرقلة اللي كيطلع على البحر الابيض المتوسط واللي كيشوف الضفة الجنوبية ديال اسبانيا غير بالعين المجردة. دونك كاين بغيتي تنوع من البحر كاين بحر ديال مالاباتا اللي تقدر تركب في الطوموبيله ديالك دقيقه ما كان هانتينا في بحر ديال مالاباتا. بغيتي تمشي مدينه اخرى في التي جي في كاين ثلاثه دقائق هانتينا في لاكار تي جي في وركبتي ومشيتي لمدينه اخرى. بغيتي تشوف المعالم السياحيه ديال طنجه كاين المدينه العتيقه اللي هنايا نورمالمون جوج دقائق بحكم ان المرقله فيه الدريجات اللي كتطلع لدار البارود او لا كتطلع للقصبه وكاين حتى المقابر الرومانيه. كيف ما قلت كاين حتى المقابر الرومانيه اللي كيجيو الناس السياح يشوفوهم من دول اخرى ومدن اخرى. بغيتي تخلي هذه المدينه العتيقه والمآثر التقليديه بامكانك انك تمشي لايبيريا سونتر فيل البولفار يعني اللي بعيد على هذا المتاع هذا ثلاثه دقائق اربع دقائق في الطوموبيل وهانتينا في المدينه العصريه المدينه الحديثه ديال طنجة والبنايات الجديدة. دونك هنا بلا ما نطول عليكم غنكمل لكم شوفوا لا سال دو بان برينسيبال اللي كاينه في هذا لابارتمون وطبعا انا غادي ندخل معكم حيت لا سال دو بان ديالنا كبيره. ولكن قبل ما ندخلوا كاين هنا هاد النوعيه ديال القوس او النوعيه ديال الكبس اللي اختار مول الدار انه يعملوا وفريمون اختار لي كولور اللي هما سامبل وبين الحجم ديال لابارتمون يعني ما كثرش من الزواق ما كثرش من لي كولور باش يبين الحجم ديال لابارتمون حيت كل ما قللتي من داكشي كل ما لابارتمون بانت كبيره. وطبعا في الورق يعني 130 متر المساحه ماشي سهله. هنا كيف ما قلت لكم لا سال دو بان ديالنا المساحه ديالها فريمون كبيره يعني المساحه اللي قدر انه يعمل فيها لي ماتيريال سانيتير وقدر انه يعمل فيها هذا الجاكوزي هذا اللي هو مزيون كيف ما شفتوا هنايا الماتيريال باقي جدادين وديجا الحمام ديالنا عنده الطاقه التهويه ماشي طاقه ستيتوا طاقه كبيره اللي كطلع على الزنقه يعني كتدخل الهواء بالمزيان. ولا رديتو معايا البال السقف ديال الحمام ما كاينش البروده ما كاينش الغموله نهائيا. دونك تينا لا سكنتي هنا نتينا وليداتك ما غاديش تعاني من هاد المشاكل وحتى الا كانوا وليداتك مريضين بالضيقه دونك ما تعانيش من هاد المشكل. علاش؟ حيت لابارتمون ديالنا فريمون مشمسه ما حتى شي للتهويه حيت فريمون هي ديجا مهويه. دونك لا كويزين ديالنا هي هذه المساحه ديالها هانتوما راكم فاتي مساحه كافيه للاستغلال كافيه لمولات الدار اللي غادي تكون هنا يعني تقدر تنزل فيها لي ماتيريال ديال لا كويزين بلاكار بلاكار الحاجه الوحيده اللي تقدر تزيد هنايا هما بلاكار الفوقانيين راه ديجا كاين مطعم يعني غير غادي تشبر وتعلقو من تما. ويعني الا بغيتي تزيد شي مثلا صالا مونجي هيدا خفيفه ستيتوا الا ولا بغيتي مثلا تفتح لا كويزين على الطراسه وتملى باب من هنايا ولكن غير باش نقرب للمشاهد وان الطاقه ديال لا كويزين كطلع على لا تيراس. وفاتي كانوا بركه علينا من الدار وندخل نشوفوا لا تيراس ديال المساحه ديالها تقريبا 30 متر فريمون مساحه ماشي سهله وراه هي اللي كتدخل الشمس لهاد الشقة هادي. شوفوا غير ان في واخا راه الشمس ضربه فيا دونك غادي ندخلوا نشوفوا لا تيراس ديالنا للمساحه ديالها غزاله فريمون غزاله مزيونه يعني تقدر تستغل تينا كيف ما بغيتي يعني تقدر مثلا انا ما نقولكمش يريبوا فتحوا البيبان ولكن هاد لا تيراس هادي تصلح انك تجلس فيها تعمل فيها شي جليسه مزيونه تقسم على جوج تعمل سالا مونجي وجليسه مثلا ديال القصاب اولا ديال هادوك الماتيريال اللي كيكونوا في لي تيراس اولا في لي جاردان. تقدر الحاجه الوحيده اللي تعملها هنايا هو ان تعمل فيراندا مثلا ديال الخشب باش تغطيها اولا تخليها كيف ما هي يعني ماشي ضروري تعاود اولا تصلحها من جديد حيت هي فريمون مصلوحه وعاد مزلجه يعني الزلج اللي هو مستعمل في لاتيراس راه نفس الزلج اللي كاين في لابارتمون ديالنا وعاد الحيط حتى هو مزلج حتى النص. ودابا بارك علينا من هادشي كامل ما نزيدش نطول عليكم الفيديو ديالنا غادي ندخل معكم للصالون ونقول لكم لي ديتاي ديال هاد لابارتمون هادي. ولكن قبل ما نعطيكم المعلومات الاخيره اللي كيبغي يشوفنا اكسكلوزيف يقدر يشوفنا في الانستغرام اللي كننزلو فيه دي اكستري اكسكلوزيف قبل ما يتنزلو في اليوتيوب كننزلو فيه ستوريز كننزلو فيه ريلز قبل ما يتنزلو في اليوتيوب. تقدروا تفيزيتيو هذاك البروداكت انطلاقا من الانستغرام قبل ما يتنزلو في اليوتيوب.
سينو ما عرفتوش كاين اللينات في الديسكريبسيون، اللين ديال الانستغرام، اللين ديال لاباج فيسبوك، ما عرفتوش دخلوا علينا الواتساب ديال التليفون وحنا كنعطيوكم المعلومات الكامله. عصفوا لنا الريفيرونس اولا صرفوا لنا البيدجي ديالكم شحال نتوما قادرين عليه وحنا كنصرفوا لكم لي زابارتمون اولا المنازل المستقله اللي باقي كاينين. دونك المساحه ديال هذه الشقه هذه هي 130 متر، جات في الطابق الثالث، شقه من منزل مستقل، ما فيهش الجيران بزاف، ما فيهش صداع بزاف، فيه الكام وكيطلع على الزنقه ديال 6. بالنسبه للناس اللي بغاو يزوروا هذه الشقه هذه ما عليهم غير يعطيونا الريفيرونس اللي كاين على الشاشه وحنا ان شاء الله غادي نجيبوهم يفيزيتيو هذه الشقه هذه. بغيتو تسقسيو على هذه العقه ولا اي حقه كتشوفوا في القناه ديالنا، ما عليكم غير تعطيونا الريفيرونس اللي كاين في اعلى الفيديو، ضروري ما تعطيوه سواء في الواتساب سواء في التليفون باش حنا كنعرفوا اين عقل كتهضروا عليه وكنعطيكم المعلومات الكامله على ديك العقل اللي نتوما انتريسي به. وهكذا خوتي خواتاتي نكون قلنا كل شيء وما عليا غير ندعي معكم. خوتي خواتاتي الله يسهل عليكم كاملين ونهاركم بركه.